السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع اللي معانا دوت اسمه substack.com. الموقع دوت بيخليك تعمل زي قائمة بريدية، يعني كل الناس أول ما تدخل الصفحة بتاعتك تقدر إنها تشترك، فيجيلها إيميل إن فلان نشر حاجة النهاردة، وفي نفس الوقت هي موجودة على الإنترنت، فأي حد هيعمل سيرش يقدر يدخل على الصفحة بتاعتك، فيبقى كأنك عامل موقع خاص بيك فيه كل الحاجات اللي أنت حاططها. ممكن تكون أنت بتنشر حاجات على الانستجرام، حاجات على اليوتيوب، حاجات على لينكدإن، فتجمعهم في الموقع دوت. الموقع ده سهل جدا، هتقول له نيو نوت وتبدأ تكتب اللي انت عايزه، وممكن ترفع صورة لو انت حابب وتبدأ ان انت تنشرها بحيث اي حد يقدر ان هو يلاقيها. مثلا هننشر اهيت، تمام، واقول له بوست، فيبدأ يظهر للمشتركين ان فلان نشر صورة، نشر كلمة. طيب انبوكس بقى هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك كل الناس اللي انت متابعهم. لغايه دلوقتي انا ما تابعتش حد، يعني مش متابع غير واحده واحد بس، تمام. فهي دي الحاجات اللي بتجيلي. النوتس تبدا بقى تشوف الملحوظات بتاعتك، شات لو انت بتتكلم مع حد، تمام، فبيبعت لي تنبيه ان في حد نشر حاجه بتاع. الاكتيفيتي اكسبلور بروفايل، ده البروفايل بتاعي، تمام. ممكن اعمل انفايت للاصدقاء، دي صفحتي على الفيسبوك المفروض. هقدر اعمل اديت للكلام الموجود هنا، هبدا احط بقى الانستجرام واليوتيوب والحاجات دي كلها، بحيث لما حد يدخل على الصفحه وعايز يتابعها يبدا ان هو يتابعها. دي الحاجات اللي انا متابعها، اداء الاركتكتشر واي اي، وده مش عارف هو ايه، تمام، مش فاكر يعني. طيب دي ده الموقع باختصار. طيب تعالى ندخل هنا على الداشبورد، ده اوفر فيو عني، البوستات اللي موجودة، تمام، اهوت ده الهوم، البوستات بقى اللي موجودة، تقدر تعمل نيو بوست وتنشر زي ما انت عايز. هنا البودكاست لو انت عايز تعمل منشور صوتي، تسجل حاجة بصوتك او ترفع حاجة بصوتك. طيب السيتنج الاعدادات، بيقول لك بقى لو انت عايز تكتب حاجة مختصرة عنك، الكاتيجوري اللي انت بتشتغل عليها، صفحة اباوت، الايميل لو اي حد اشترك يجي له ايميل يقول له فلان عمل كذا، يقول له مرحبا بك انت اشتركت في الايميل بتاعنا. الصفحة بتاعتك بقى لو انت عايز تعملها ديزاين مخصص بالشكل ده، وتقدر تغير اللون بحيث لما حد يدخل يشوف ايه ان الصفحة بتاعتك ليها لون مميز، مثلا حاجة بالشكل دوت. هو اوتوماتيك بقى اي لون بتختاره بيبدا ايه يشوف ايه الحاجه اللي مناسبه معاك. لو انت عايز تغير الخطوط وهكذا، طيب امبورت لو انت عندك مثلا بلوجر او حاجه زي كده، فتقدر تسحب منها المنشورات، ولو عندك وورد بريس بقى تقدر تسحب منها. هنا لو عايز الناس تدفع لك فلوس، ففي موقع اسمه سترايب، ده لو انت عايز تعمل سيكشن بقى تقول مثلا ده مخصص بالتكنولوجي، ده خاص بالاحداث وهكذا. البودكاست انا عندي فكره ان الواحد يعمل صفحه ما فيهاش غير اخبار مفرحه، يعني كانها قناه مثلا سي ان ان او البي بي سي، بس ما بتنشرش غير اخبار حلوه، فهي الاخبار اللي احنا بنسمعها يعني، تمام. فبيقول لك الايمج تظهر عندك ولا لا وهكذا. الكوميونتي الاناليتيك يبدا بقى يقول لك الزوار منين، ويديك معلومات اكتر، بس بتدي له زي رقم كده الناس تراك يتابعه. الموقع ديت عايزه تتابع معلومات فهو بيديها امكانيه. الشات من اللي يقدر يتحدث معاك، النوتس من اللي يقدر يشوفها، الدومين لو انت عايز تعمل اكسبورت بقى للكلام ده كله. فيبقى انت كده عملت لنفسك جريده ممكن فعلا تزدهر لو هي متخصصة في موضوع معين ومميزة، مش بتاخد مقالات من أماكن تانية. هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو.